نواصلوا أهم حاجة التنظيم دورة نجم تسير في عام وبعد نبطلوا أما احنا نحب نواصلوا خاطر ثم برنامج وراء هذا الكل ثم التفكير ثم التخطيط يعني يكونوا عندنا أبطال في الـ في الـ في السيكيو بتاعنا. أنا نفرح برشا كل جمعة كي نشوف النتائج بتاع مالك جزير اللي لعب في الكيني سوبان أون جابر اللي نظمنا على خاطرها أننا توفية وتي ربحت غوران كاروس جونيور. أما ما لازمناش نقفوا غادي، لازمنا نعطيو فرصة للشبان بتاعنا والسنة باش تشوفوا يعني في الكيني سوبان الجونز اسبوار بتاعنا تو دخلوا في السيركوي كي معز الشرقي واسكندر منصوري وعزيز دوغاز وواقع يعني يحبوا يخلطوا تو كيما مالك، ودي حاجة خارقة العادة. فيما يخص البنات كيف اون مستوى 55 مونديال يعني حاجة خارقة العادة، كي تشوفوا يعني لي موان تاع التنس التونسيان حاجة ضعيفة بالكل. أما بقلبنا وبالتفكير بتاعنا حطينا دي جوار دي جواز في 50 بروميي مونديو. حبينا زاد نقويو احنا في الدوتاسيون تاع لي تورنوا، خاطر عنده مده توا تونيس اوبن ونا تروفي تقريبا نفس الدوتاسيون تاع في الديفيليسيون تاع دينار. ضربنا برشا، كنا نجمو توا كان جيش دينار طايح نظموا تورنوا 250,000 دولار في مخص تونيس اوبن. ذكركم اللي وقت اليورو يعني الفران ولا اليورو كان 1 دينار 17 فكر لي محافظ البنك المركزي اخيرا. دونك تو 350 يعني افيك 80,000 70,000 يورو باش كنا نجمو ننظم. اما لازمنا نواصلوا لي تورنوا يعني سون كاليبري بور دو شامبيون. احنا الهدف بلاسي لي جوار في السيركوي نحسنوا صورة تونس ويفوار دي روتومبي ميدياتيك يعني في نخص لا كازين دو تنس في تونس ونقدموا يعني ان سبيكتاكل بور لي اماتور دو تنس بوندون 15 جور ا تري او نيفو. يعطيكم الصحه وان شاء الله نواصلوا.